بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لقيت مناسبة اليوم نحكي بفكرة أو بحاجة لأنها هون في طرطوس، هي الحاجة لخدام لمذبح الرب لمكرسين. الواحد لوين ما وصل من مراتب وسلطة ما في أقدس إنه الواحد يوقف أمام مذبح الرب. ملك، رئيس، عضو بالمجلس البرلمان، مدير شركة، نقف قدام البشر وقدام التعب، ولكن الإنسان كل يوم يوقف أمام مذبح الرب، أمام عرش الرب، ما في أقدس من هيك عمل. العالم قلبنا الحكاية، علمونا ودخلوا بمخنا أنه اللي بيخدم بالكنيسة هن آخر البشر، واللي بيخدم مذبح الرب هن أفشل البشر. يمكن مرق بالتاريخ هيك فترة، ولكن هيدا ما هو الإيمان المسيحي، ما هو تعليم الكنيسة، ولا هو الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أنه اللي بيريد يكون يحاول يكون صالح وأول بيكون أمام مذبح الرب. وما رح نحكي على أشخاص، ولكن اليوم مناسبة شفتوا معنا قصة شماس سيرافيم ابن طرطوس اللي هو خيو كرسو حالهم، لا عن حاجة ولا عن اضطرار، حبا بالخدمة. وأبونا شماس إجا وهلأ أيامه بجبل آسوس باليونان، وما هرب، صار راهب لا يقعد بدير لأنه مدر ما بعرف شو بيحكوا البعض، بل خلص أعلى مراتب العلم بطرطوس مثل كل شبابه وصباياها وأفضل لأن كان متفوق، وأخذ شهادة دكتوراه أيضا مثل أي إسهال جامعة وأفضل. ورغم هيك، رغم أنه أنهى دراسته المدنية خليني أقول، وحتى دراسته اللاهوتية، الواحد كرس حياته بالكلية للرب بالرهبنة. ولهيك يا أحبائي عم بحكي هالحكي لأن نحن هون بمدينة طرطوس، برعاية طرطوس المحروسة بالله، مثل ما بيعرفوا الكل، بحاجة أشخاص شباب وصبايا يعطوا من وقتهم. ما في شيء أقدس من أنه الواحد يخصص وقت بيومه للرب. خدوم، اشتغل، انجاح، تفوق، ولكن إذا ما خصصت 10 دقائق بيومك لتحكي مع الرب وتصلي، هيدا شيء فاشل اسمه، متعب. ولهيك العالم كله ضايع لأن ما حدا بيخصص بيكرس وقت لله ليصلي ليحكي. ببيوتنا، بحياتنا، بعلاقاتنا، مهما قمت من أعمال باهرة وناجحة، إذا ما خدمت بأعمالك محبي الرب، يعني الصغار، يعني الفقراء اللي هي بتعطي الراحة والنعمة، بيكون أعمالي أيضا متعبة. ومهما كان كلامي جميل وأديب وكنت شاعر وفصيح وخطيب، إذا ما وصلت كلمة الرب، كلمة الحق، يعني كلام الكتاب المقدس، كلام متعب مثل أي أخبار بنسمعها. بطرطوس نحن بحاجة، وحتى الأولاد والواحد يأخذ قراره يكرس حاله بده يتنشأ بالبيت، يعني كويس تعرف الأم وكويس يعرف البي أنه مثل ما بيشجع ابنه
ليتعلم أرقى العلوم وينال أعلى الشهادات، وهذا حق وواجبنا نحن المسيحيين، ويتعلم أرقى الفنون والأجواء الاجتماعية كمان، هذا كويس. ولكن الأكوس منه كله أنه يلتقى بي أم تعلم أولادها ويعلم ابنه أنه كيف يوم من الأيام يكرس حياته للرب. يعني مين بده يخدم بالكنيسة؟ نحكي على تقصير، وما في أسهل من الحكي أنه الأخوارنة لازم تزور والأخوارنة لازم تشتغل، وفي تقصير، وفي تقصير كتير. وإذا بتحكوا ربع ساعة بحكوا لكم أنا ساعة وربع على التقصير. ما هون الشطارة، الشطارة تفضلوا جيبونا أخوارنا ليشتغلوا، جيبونا مرتلين ليأكلوا. كلياتنا منحب نسمع الترتيل الحلو مثل هالجوء اللي عم تأدي، بس هيدون في عالم عم تتعب كتير، في كنايس ما فيها ترتيل. منين بيجيبوا عالم؟ لو في سوق نخاسة، سوق بيبيعوا مرتلين واخوارنا، كنا اشترينا طوفنا الدنيا. هيدا من البيت بيطلع يا احبائي. كويس تطلع على جارتنا اللاذقيه، ليش شو بينقصنا؟ شوفوا الكم الهائل من الرهبنه ومن الشمامسه من الاخوارنا ومن المطارنه، حتى البطرق طلع منا. ليش؟ مش هنشوف. شوفوا محرده، مرأة ضيعة، يعني أقل ضيعة طلعت كذا شخص. ليش نحن بمدينة طرطوس ما عم نقول ما منطلع؟ نقبى أنه واحد يكرس حاله، هاي حاجة وأمانة برقبتنا، برقبة كل العائلات وبرقبة الصغير والكبير. بعرف أنه مربين أولادنا أحسن تربية ومعيشين، ونشكر الله بحسب الإمكان أفضل عيشة، هيدا فخر لأنه واجبنا. ولكن أيضا ما ننسى أن الكنايس تحتاج وتفتقر إلى من يكرس كل وقته إلى. برد بقول الحكي سهل، ولكن الشغل هون الشطارة. هاي من بيت طلع شخصين كرسين للكنيسة عم يخدموا بكنيسة الرب. كويس يا أحبائي، هالدعوة للجميع، للأمهات أولاً وللآباء أيضاً أولاً ولكل شاب وصبية. كل واحد عنده ميل ليخدم ويتكرس، هذا ميل مبارك، وكل مين بيعرضه هذا عمل غير مبارك. مشان هيك يا أحبائي، كيف نبقى؟ يعني مين بيزور مرضانا؟ بدنا اخوارنا تصلي. ايه منين بيجوا الاخوارنا؟ اذا ما ابنك كرسته شجعته، واذا ببنتك صارت خادمه وراهبه، ليش عار؟ بعرف الافكار اللي بالاذهان وبيعتبروها مهنه الكهنوت، مهنه دنيا للاسف، يعتبروا اللي بيعتبروا العالم، ويفكر العالم شو ما يفكر، ويلقي بيقول شو ما يحكي. نحن منعرف شو يعني وقت واحد يوقف أمام مذبح الرب. أعطوني مدير أو وزير أو ملك أو أي شخص أعظم من الرب إلهنا يسوع المسيح. منوقف قدام مدير المدرسة ونحن في أجمل ترتيب وننطقي أحلى الألفاظ، ليش بتخجل توقف أمام ملك الملوك ورب الأرباب؟ هيدا هو شغلة الكاهن، هاي شغلة الراهب، هاي شغلة كل مكرس وكل مسيحي. مشان هيك يا أحبائي، عم بدعي وعم بحكي بكل وضوح، بطرطوس خاصة تفتقر. تعرف شو يعني تفتقر؟ بيوتنا كلها غنية بس فقراء، لهيك أمور لمكرسين، والمكرسين بتطلع وقت منشجع بعضنا البعض. وكويس بيحكوا هلأ عن الشهداء كثير، بس ما في شهيد أكثر من شاهد الرب. يعني بيتحمل حكي وتعييرات قد اللي بيلبس الثوب الأسود، ما لأنه كويس هو وما لأنه قديس،
بس أن المجتمع ما كتير كويس. لهيك العالم بتهرب وبتخاف، بتقول لو اشتغلت شو من كان لهالدرجة، خليني أقول لو كنت طرطور برا ما رح ألبس التوب، شو بدي من حكي العالم وقرايبيني وتعييراتهم. مشان هيك منضعف، بدأ قوة، بدأ موقف رجولي، بدأ تحمل مسؤولية، بدأ عظمة. والعظيم هو اللي بيلبس هالتوب وبيقول رغم كل شيء بدي اتحمل كل رمي العالم وأدحن وحكيهم وتعييراتهم، ورغم ضعفي ورغم خطيتي ورغم كل شيء بدي احمل التوب لاخدم قد ما بقدر كانسان بنعمة الله شعب الرب. قال تضرب الراعي يتشتت الرعية والقطيع، والرعية بحاجة دوما الراعي، يعني رعاة، يعني كهنة، يعني مكرسين، يعني عالم تقول أنا بدي أترك كل شيء وبدي أتحمل كل شيء حبا بك يا ربي يا يسوعي، وبدي أتحمل أول قرايبيني وحكيون وأقربائي وأخوتي وحكيون، وأتطلع إلى صليب الرب، إلى المصلوب لكي أصلب معه ونقوم معه. هيدي هالكلام دعوة موجهة لكل البيوت. اشتهيت بهالثلاث سنين واحد أو وحدة يجي يقول لي بدي اتعلم أو بدي كرس شيء من وقتي للرب بهالمدينة. ليش؟ غريب، عم يقتلوا حالهم. بعتنا باسم طرطوس، لازم تعرفوا، انبعت باسم طرطوس ليدرس لاهوت ويصير اخبارنا 3 أشخاص بهالسنين، ولا واحد منهم طرطوسي، واحد من حلب وواحد من حمص وواحد من اللاذقية، جايين بدي يروح مع انهم مخلصين كلهم جامعات، مهندس الكترون واحد منهم، والثاني مخلص تجاره واقتصاد مثل كل شبابكم واولادكم وافضل يمكن لانهم متفوقين، جايين ليخدموا هون لان شعروا في حاجه. ليش وين اولادنا وشبابنا وصبايانا؟ ليش وين بيوتنا؟ نشكر الله عم تعبوا الكنايس، معناتها في فكر غلط، معناتها في شيء هون غلط. مين يعني بدي اخدم كنيسة طرطوس؟ مع الوقت والتاريخ بعرف انه بحاجة لكل شيء، واولا لمرتلين، اشتهيت واحد بس يقول لي علمني الترتيل او وحدة، واحد او وحدة. ها اشتهيت ام او بي تقول لي دخيلك يا سيدنا شو بنعمل لنعلم ابننا؟ بعرف مسجلين بالهوليداي بيتش ومسجلين بالبيانو ومسجلين بالرمال الذهبية ومسجلين بأرقى المدارس والمعاهد، هيدا فخر لأنا، ولكن كمان فخر لأنا أنه كمان يجي واحد ويسجد بمعهد الرب والكنيسة. هي دعوة لكل المسيحيين وخاصة أبناء هالمدينة المحروسة بالله. كويس نتحمل مسؤوليتنا، وكويس يكون في قادة ورعاة مننا، وكويس نشجع بعضنا البعض. التوب ما بيخجل، وإن خجل في البشر على القليل ربنا بكرمه، وهذا هو المطلوب أنه ربنا يكرمنا. الزقفة بينات بعضنا البعض ما في أسهل منها، كتير زقف عم نزقف لبعضنا، ولكن المهم نسمع الكلمة الحلوة من فوق اللي كلياتنا بيوم من الأيام بدنا نوقف. بدأيما توقف الزر وتوقفت حياتك، بيكون عمري 20 سنة ولا 120 سنة ما بعرف، بس في زر بده يتوقف وبده يوقف هنيك. كويس هنيك اسمع صوت الزقفة، يعني الكلمة الحلوة، يعني الرضا الإلهي. كويس الأم تفتخر أنه هي عم تهيئ ابنها، ما يروح غصب عنها، أنه هي عم تهيئ ابنها ليصير مكرس. وهيك البي، مشان هيك أحبائي بهالأسبوع، بكرة المساء إن شاء الله بعد الظهر الساعة 6 بدنا نقدس لعيد ميلاد العذراء. عيد ميلاد العذراء هو بعد بكرة، فبكرة القداس الإلهي، وأسبوع الجاي أحد الصليب المقدس، رفع الصليب عيد. ولهيك بهالأسبوع المبارك هذا اللي هو أعياد، كويس كل عيلة وكل أسرة تعرف كيف قادرة تكرس وقتها شوي للرب. هذا شيء بيفرحنا، بيفرح الرب. آمين.